طب اسالك عن موقفك يعني وضح ثانيه واحده اكمل بس ألا. الاهم بقى يا حسين ولو رساله أنا برجو أن تقرأ ما في هذه المقالة ستجد كلاما مشرفا. أنا مش بتكلم عن نفسي، ما بشتكيش حاجة تخصني، أنت عايز تشير قضية. أنا بتكلم عن حقوق السجناء في العالم العربي، عن سجناء الرأي في العالم العربي، عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية المرتبك، وقلت بالنص كده، من قضايا الديمقراطية والحريات، موقفها المساند للأنظمة الاستبدادية، موقفها الغير عقلاني في مسألة الأزمة الإيرانية، موقفها الغير عقلاني والكيل المكيالين في الأزمة الفلسطينية، موقفي اللي أنا كنت بأطالب النائب أوباما، ما كانش لسه كان سيناتور، ما كانش لسه رئيس جمهورية، بأطالبه أن يكون له موقف في قضية سجن مروان البرغوثي، وموقف من سجن زملائنا الليبراليين وزملائنا يعني أصبت مجموعة من القضايا العامة سوريا. ترى أنه من المبرر في سوريا وفي الأردن وفي السودان وفي لكن دعني أقف هنا وأسألك تحديدا عن موقفك من مسألة الاتصال بالسفير الأمريكي بالخارجية الأمريكية فتح حوار، يعني عشان برضو إنصافا ليك بعض المتحاورين على facebook.com/710gmt قالوا وإيه المشكلة؟ ما هو دايما المعارضين بيفتحوا خطوط مع القوى الكبرى، موقفك ايه؟ هل ده مبرر ام غير مبرر؟ انا ما عنديش ما يمنع من الحوار مع كل العالم، وانا شخص منفتح العالم كله، وانا بقدم مشروع سياسي محلي وخارجي، ولا يمكن ان اجتزئ الجزء المحلي واقول ده مشروع سياسي وانا مرشح انتخابات رئاسه الجمهوريه في 2005 وفي 2011، ده كلام مش منطقي. لكن الحقيقه ان انا ما عنديش اتصالات بهذا الحجم المتصور، اقل طرف في المعادله السياسيه الداخليه عنده اتصالات بالخارج انا، لاني انا ممنوع مثلا من السفر. انا لكن لو كنت مسموح لك بالسفر كنت فتحت الخطوط. انا القيت خطاب في بروكسل في البرلمان الاوروبي في ابريل الماضي وكان مسموح لي بالسفر، يبدو ان الخطاب لم يروق لاصحاب القرار. بلجيكا وافقوا لي على السفر، ما كانش في مشكله، جيت مسافر امريكا يوم 18/11/2009 منعت من السفر، في حين ان كان شخص اخر بينتمي للسلطه في مصر كان مسافر في 11/12 او في 8/12 فمنعت زيارتي، حتى وبالمناسبه دي زيارتي الاولى تقريبا لامريكا، وكانت زيارتي انا اصريت ما يكونش فيها لقاءات مع جهات من الاداره، انا قلت انا هقابل نواب ممثلين للشعوب. طيب انت بتقول عندك ما عندكش مانع تتكلم مع العالم كله؟ طبعا، بس يبدو ان في شخص واحد بس انت مش عايز تتكلم معاه قوي، خلينا نشوف الكلام. يعني كل الناس بتتكلم معاها جمال مبارك؟ لا، ليه؟ سرا، كمل الجمله بس. انا بالعكس انا سعيد ان انا اقابل السيد جمال مبارك واستضيفه كمان في بيتي لو حب، بس علنا. لكن لقاءات سريه انا مش بتاع لقاءات سريه. اما جت كونداليزا رايس المره الوحيده اللي جت فيها مصر او اللي انا قابلتها فيها في حياتي كان بعد خروجي من سجني الاولاني وقبل دخولي السجن الثاني، فبلغوني في الخارجيه ان كونداليزا رايس عايزه تلتقي بك. تبقى اهلا وسهلا، بس بشرط اللقاء علني والاعلام يحضره ويكون في اوتيل مش في السفاره، ان لم ادخل السفاره من قبل. طيب احنا هنستوفي النقطه دي مع السيد جمال مبارك لو يعني التقينا معاه في البرنامج. لو التقينا معاه في البرنامج، واحنا برضو طالبين نقابل الفنان عادل امام، انت اشرت اليه، فبرضو هيبقى فرصه لتوضيح موقفه مما اثرته. علاقتك بجمال مبارك، يعني برضو في تعليق جالنا، التعليق يقول انه من المعروف ان في علاقه قويه بينك وبين جمال مبارك استمرت لسنوات، وانه كان في تخطيط لعمل سياسي مشترك. إشاعة؟ هو شوف، هقول لك الحاجة لم يسبق من قبل ان انا كشفت عنها وبوضوح وبصراحة زي ما هقولها لك دلوقتي. اولا انا ما عنديش موقف عدائي على عكس الناس متصوراه، لا من جمال مبارك ولا حتى من حسني مبارك شخصيا. انا عندي مواقف ضد امور ترتكب في حق هذا الوطن، للأسف هي بترتكب من اجل عيون جمال مبارك او من اجل عيون جمال مبارك. الشخص اللي اشرت اليه ان هو كان مسافر في نفس الوقت اللي انت كنت مسافر فيه الوقت المتحدة. هو جمال مبارك وبالمناسبه اجل زيارته، لان رد فعل الغاء زيارتي اللي صدر فيها بيان من الخارجيه الامريكيه ندد بهذا المنع من السفر. طب ليه ما حبيتش تذكر اسمه في الاول؟ يعني على سبيل التحزلق لا اكثر، يعني بيني وبينك يعني ما فيش حاجه اصلا نخبيها. عايز اقول لك قصه جمال مبارك، انا مش ضده، جمال من جيلي، احنا تقريبا نفس السن، يجوز هو اكبر 6 شهور انا اكبر 6 شهور حاجه كده. ما عنديش مشكله شخصيه غير ان احنا يعني ما اظنش ان الكيمياء ماشيه قوي بينا، لكن فعلا كان في كلام عن مشروع سياسي، وفعلا كان في الكلام ده اول مره بتقوله؟ لا اول مره، لكن هو الحقيقه كان كل حد كان ماشي في ويف بتاعه، يعني كل واحد بيصور حاجه، و
قابلني احد المسؤولين مره وقال لي انت بتعمل حزب جديد. في هذا الوقت كنا بنعد مشروع الحزب اسمه المستقبل. قلت له اه. قال لي طب ما تاخدوا جمال معاك. قلت له جمال مين؟ قال لي جمال مبارك ده رجع من لندن وعنده يعني طموح انه يشتغل في السياسه وفي العمل العام. ولم يكن في هذا الوقت جمال مبارك دخل الحياه العامه بشكل رسمي ولا الحزب الوطني ولا الحياه الحزبيه. كنت نائب في البرلمان وكنت بعمل اجتماعات هنا في بيتي لبعض النواب اللي بعضهم النهارده بقوا قيادات كبيره في الحزب الوطني وفي احزاب اخرى. معارضه وغيرها يعني. قلت والله انا ما عنديش مانع. اهلا وسهلا. بعدها باسبوع كده قابلت مسؤول تاني قال لي يلا انت ما بعتش ليه لجمال او ما اتصلتش ليه بجمال؟ فقلت له ابعت له ايه؟ قال لي بعت له ملخص البرنامج. قلت له انا لسه بكتب البرنامج. قال لي يعني حاجه كده ملخصه. ووقفني في دائري قاعه المجلس لانه كان نائب في البرلمان معانا على الشباك عشان اكتب له ملخص البرنامج وكان الموضوع عاجل جدا. وعملت كده وانا يعني مش مستوعب ايه القصه. مرحله ثانيه كنا في رئاسه الجمهوريه في يوم كمجموعه من النواب وكان معايا رحمه الله عليه الاستاذ ياسين سراج الدين وجي جمال وقف معانا ودي تقريبا اللقاء الشخصي الوحيد المباشر اللي تم بينا يعني. فنازل زميلي هنا اسمه طلعت الاواس كان نائب في البرلمان عن دايره عابدين فهو نزلنا على السلم كان بيسلم على الرئيس فنزلنا على السلم لقينا واقفين انا وجمال وياسين سراج الدين رحمه الله عليه كان قاعد في النص فقال جمله كده ما تخلصونا بقى واعملوا بقى الحزب الجديد ده خلونا نمشي من حاجه كده. فالحقيقه رد فعلي ورد فعل جمال ان احنا اتخذنا وجمال قال له نخلصك من ايه يا طلعت؟ انا في الحزب الوطني ايمن في الوفد وكنت في الوقت ده في الوفد وهو في الوقت ده كان توا داخل الحزب الوطني. هذا المشهد نقل لبعض الناس ان كان في اتفاق وطلعت قفشه او والحقيقه احنا كنا قاعدين بنتكلم مع ياسين سراج الدين في موضوع اجتماعي لطيف جدا ودعابات اجتماعيه ما كانش في حاجه واضحه. لكن بعد كده انه يتعمل بعد كده لقيت في مجله اسبوعيه كتبت الذين تجرون باسم ابن الرئيس. فانا قعدت اشوف مين يا ترى اللي بيتاجر باسم لقيت المقصود انت اه والله ولقيت واللي بيسرقوا اسم المستقبل. المستقبل ده اسمنا ده كان ده مش اسمنا كمان ده اسم رحمه الله عليه فرج فوده ده كان بيعمل حزب مستقبل وفرج فوده ليبرالي وصديقي. يعني كان في نيه متبادله مبدئيه ان يكون في عدم شوف هي النيه اجهضت وهي جنين في بطن امه بس ما كانش في مانع مبدئي. انا من حيث المبدا انا اي حزب بعمله ده حزب زي الجامع مفتوح لكل المصريين. جمال مبارك مواطن مصري اهلا وسهلا. لكن يجي باعتباره جمال مبارك المواطن المصري مش باعتباره ابن الرئيس وده اللي حصل بقى في الحزب الوطني. جه محمولا على انه ابن الرئيس. انا ما جاليش اصلا فما اقدرش اقول لك هو جه ازاي لكن هو الموضوع ما تمش. وقلت ايه؟ عايزين اسمه مستقبل؟ بلاها المستقبل. اقرب المستقبل ايه؟ الغد؟ خلينا الغد. وسبت لهم المستقبل وسبت الدنيا كلها وقفلت هذا الموضوع. لا كان بقى في علاقات شخصيه ولا كان مره اظن بعد ما طلع الحزب صديق مشترك طلب ان احنا نتسحر سوا في رمضان في حاجه كده وانا ظروفي بالصدفه ما سمحتش.